يعني انا نفسي العالم كله يقف ويسقف لمانشيني. لو في واحد في العالم قال سنة سقف له. 2018 سقف له والله، والله فعلا مدرب عظيم عظيم عظيم. لو في عمر واحد في كبير. كوكب الارض سنة 2018 قال ايطاليا هيكسبوا يورو 2020 كنا هنقول عليه مجنون، كنا صحيح. هنشاور عليه بعد ونضحك. اللو بوينت مفيش انا ما شفتش في حياتي مدرب عمل تحول بالسرعة دي ورجع شخصية منتخب بالشكل ده، وبيلعب وقلنا الاسبوع اللي فات بيلعب بطريقة مختلفة تمام. النهارده الاستحواذ تقريبا احنا معانا الاحصائيات 65%. ايطاليا يعني ايطاليا كانوا ملوك عدم هو خلي بالك، الاستحواذ انا معاك بدون قطع كلامك، خلي بالك بدون قطع كلامك، هي في الشوط الاولاني كان الاستحواذ عالي بس ما كانش مؤثر، ما كانش مؤثر. اللي حصل كله ان ساوث جيت كان محرر لوكشو وتريبيه، كانوا عاملين شوط فكان في قلق. اخر 10 دقايق راح قايل لتريبيه ولوكشو اقفوا، فخلاص ايطاليا بقت ماسكه استحواذ بدون اي خطوره في ظهرهم. قصدك الشوط الاول؟ الشوط الاول دي كملت الشوط الثاني والثالث والرابع. حتى انت من تغيير ساكا، لا ساكا معروف ان هو بيحبه لان هو بيعمل البالانس، وانس ان هو نزل ساكا اعرف ان هو نزله أتاك. عشان يرجع يدافع هو قال الجيم في الاول هو كان بيلعب عادي، كان بيلعب راح قلبها اربعه ولعب كانه بيلعب اواي. انت راجل بتلعب في ويمبلي في وسط جمهورك باشون غير طبيعي والناس كلها وبتاع، انت لازم النهارده هي الشجاعه. انا عايز اسال سؤال، هو الشجاعه كلام بس ولا الشجاعه افعال؟ مدرب بالظبط، مدرب. انت النهارده الشجاعه بتاعتك ان انت تفضل بتهاجم ما تفتحش خطوطك وتشوف خطوطك، لكن انت التغيير اللي انت عملته ده، معلش انا هو التغيير اللي هو عمله من 3 ل 4 ووقفوا الباك رايت ووقفوا الباك رايت وباك ليفت ونزل ساكا عشان يلعب الكاونتر اتاك سلم نفسه زي ما مشي راكا فاروق. هل انت لو مدرب وعندك لعيب زي جريليش ده قعده احتياطي؟ هو اللعيب الوحيد بيعرف يقف بالذات في الماتشات دي. مايسترو جريليش، جريليش بيلعب بشخصيه من وقت ما كان 18 سنه، يعني فاكر في الشامبيونشيب كانوا استون فيلا وكان لسه لعيب صاعد. جريليش كان وكانه لعيب عنده 30 سنه، يعني من اكتر اللعيبه اللي شفتها في حياتي عنده شخصيه وبيلعب، ولعيب مايسترو ولعيب بصير كويس جدا ولعيب عنده مهاره فرديه كويسه جدا، لعيب فعلا وفارق مع استون فيلا. يعني الموسم اللي فات مع استون فيلا دوره كبير جدا، واعتقد ان هو مش هيقعد كتير يعني بنسبه كبيره جدا، حتى لو قعد السيزون ده بنسبه كبيره مش هيقعد اكتر من سيزون. فطبعا لا انا لو مدير فني ومعايا جريليش طبعا طبعا هعتمد عليه وهدي له ادوار مهمه وهحرره كمان، هخليه هو اللي يقود اللعب في الثلث الاخير يعني. هل 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 ايه رايك في موضوع جريليش؟ جريليش لعيب هايل لو الفرقه اللي قدامي سايبه الاستحواذ، لان هو لعيب بطيء فمصري. لعيب الفرقه اللي قدامي سايبه الاستحواذ معاه الكره يعني. لو انا اللي سايب الاستحواذ جريليش مش هيحقق لي اللي انا عايزه، بس هيقف على الكره عشان هيقف على الكره. محتاج وقت ساعات، حد لما تكون بتدافع على فكره انت محتاج حد يجي معاك. لو انا طريقه لك فاولات معاك، لو انا طريقه لعب ان انا بخرج كده، لكن هو انجلترا بتطلع على ايه؟ بتطلع على الكونتر اتاك السريع ان هو في المساحات اللي هو ينفعني ستيرلينج، ينفعني فودن، ينفعني سانشو. عشان كده النهارده لو سانشو هو اللي نزل مكان ساكا اقول لك الراجل ده عينه على الماتش، لكن هو نزل حد يرجع يدافع. جريليش لما جه نزل، جريليش كان بيبان امتى يا ميدو؟ لما في الفترات اللي كانت ايطاليا بتسيب فيها الاستحواذ تحت الكوره كنت تلاقي جريليش عامل خطوره، لكن في الوقت اللي كانت ايطاليا بلغه الكوره كبسه على انجلترا جريليش كان ملوش تواجد. والله يا شباب انا بشوفه هو اللي غلط، خلاك مش جريليش. انا بشوف ان جريليش ده اللعيب الوحيد اللي بيطلع الكره من رجله صح. اقول لك حاجه 90%. اقول لك حاجه، لو انا هلاعب لعيب مش انجليزي مختلف يعني، لو انا هلاعبه لو الفرقه اللي قدامي مش سايبه الاستحواذ انا هلاعبه 10 بس. عارف يا هشام، هنا بقى اقول لك ان جريليش يفرق جامد جدا. المشكله مش جريليش بس، المشكله ان ساوث جيت مع مدرب بدون هويه. ساوث جيت مش عارف هو عايز ايه، هو بيحاول لعب بكل حاجه. انا في رايي ان هو بيحاول تكوبي جوارديولا، انا في رايي ان هو متجنن من جوارديولا. بس هو لو شوف يا ميدو ترجع للتصفيات وترجع حتى لكاس العالم، هو عمل كل حاجه في الدنيا، هو لعب بكل طرق اللعب، لعب ب 3 4 3 و 3 5 2 و 4 2 3 1 و 4 3 3 وشويه يحط راشفورد وشويه في الباك الشمال يحط تشيلول. طب ما جوارديولا بيعمل كده، جوارديولا بيلعب ب 3 وبيلعب ب 4 وبيلعب بس ده مش دايما ايجابي يا ميدو. جوارديولا خسر كتير جدا بسبب المشكله، بسبب النقطه دي. وكمان النادي غير المنتخب، لان النادي الريتم سريع والماتشات كل اسبوع مره اتنين. لكن ساوث جيت انا شايف ان لما يكون عندك لعيبه كتير مميزه ده سبب ادعى انك تفرض شخصيتك، ان انا يبقى عندي قوام اساسي. مش شرط ال11 اغير واحد اتنين حسب طريقه اللعب. لو انا عندي لعيب هولدنج اوقفه في الماتشات الصعبه، لو انا عندي لعيب زي جريليش مثلا استخدمه في اوقات معينه، التغيير في حدود 2 3 لعيبه. لكن لو ترجع ل 3 4 سنين فاتوا، شوف كام لعيب اعتمد عليه ساوث جيت في ماتشات صعبه وفي ماتشات كبيره. هو مش عارف هو عايز ايه، وهي دي مشكلته. انا شايف ان اللي حصل النهارده ده عدل كروي، المباريات الكبيره بيرد لورا من قبل اليورو، هو دي كانت ازمته.
هو مدرب مش موهوب، هو مدرب ورقيا كويس بالظبط، هو بيذاكر صح، هو بيذاكر كويس. انا لو جيت قلت لك مثلا ان فريق الاناليسز او فريق الارقام اشتغلوا من ساعة لما البطولة ال 24 منتخب أميدو، دي برضو نقطة مهمة كالأندية اللي بتعتمد على الاناليسز، يعني أول لما البطولة تقال ال 24 أوتوماتيك فريق الاناليسز ذاكر ال 24 منتخب. فهي الاناليسز بتاع جلتها كل المنتخبات اللي شاركت، أول لما الروتس اتعملت أو خريطة انجلترا كله تذاكر. هو على فكرة عندهم سيتاب هايل في، يعني عندهم نظام وتنظيم كبير جدا في الاتحاد الانجليزي، اتطور بشكل كبير جدا. وانا اتكلمت على القصه دي قبل كده، هم جابوا فاروق تكنيكال دايركتور جامد جدا بقى لهم 4 سنين، يعني لا ما حد يجيب لي اسمه، يعني شاب عنده حاجه 41 42 سنه، وعمل يعني شغل على كل بقى على كل المستويات، على مستوى الكره النسائيه، على مستوى، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني هم كسبوا في 3 سنين كاس عالم شباب، وكسبوا اوروبا شباب، يعني بالاجيال اللي بنوها دي مبنيه صح جدا جدا. هو على فكره عندهم هو ساوث جيت في رايي هو قلبه ضعيف، لا انا قصدي مش متكلم في الكره، بتكلم هو الوجهه المثاليه للكره الانجليزيه بالنسبه له للوقت ده وللطريقه اللي هم شغالين بيها. شاب انجليزي بيعرف ازاي يتكلم مع الميديا. خلي بالك ان المشكله، عارف هشام فاروق، ان مدرب انجلترا ده بالذات لازم يكون مثقف. ليه؟ لان انت في وقت من الاوقات بتتحط مثلا في مشكله فيها عنصريه، فيها ريسيزم، لازم تبقى عارف بتقول ايه بالظبط، بالميزان، بالكلمه. لو كلمه واحده طلعت غلط، على فكره ده الكلام ده اللي الاتحاد الانجليزي اللي اتعلمه بعد اسمه ايه اسمه ايه اللي كان في التسعينات مدرب بتاعهم، روبسون. لا بعده اللي هو اصغر، كان بيلعب في توتنهام، كان بيلعب في توتنهام الليجند بتاعهم يا جماعه، بتاع كان مدرب انجلترا مسكهم شويه صغيره، هنجيبها واحنا بنفتكر. كان في بطوله ايه؟ طب كان مدربهم في يورو ولا تهالي في تهالي 98 تهالي 98 مش عارف. انا افتكره. لا وبعدين في كارثه ثانيه، تعرف الراجل ده تمت اقالته، راجل جامد جدا كان بيلعب في توتنهام يا جماعه، اسمه ايه ليجند؟ جلين هودل. طب جلين هودل تمت اقالته من منتخب انجلترا ليه ولا لا؟ ما تعرفش القصه دي؟ عشان اوريك مدى خطوره التصريحات وانت ماسك انجلترا. جلين هودل ده كان ماشي كويس جدا معاهم، هو مدرب كبير، مدرب كويس جدا. جلين هودل طلع في مؤتمر صحفي قال ان هو كان في حاجه تشاريتي، كان في حاجه تشاريتي ليها علاقه بالشباب، يعني اصحاب الهمم، الشباب يعني اصحاب الهمم، وكان حاجه الاتحاد الانجليزي سبونسر فيها. وطلع قال ايه؟ طلع هو عنده فكر كده، طلع قال لك ده جلين هودل، ها طلع قال لك ان انا في رايي ان احنا المفروض ما نساعدش الناس دي، لان انا مؤمن بدوره الحياه، ان هي الناس دي كانوا ناس سيئين في الماضي وتم يعني تمت اقالته تاني يوم. تعرف ان هو كده دماغه في العنصري ده تصريح لا انساني، يعني شخص يعني فهو طلع قال لك، طلع قال كده ان انا بتاع تاني يوم بوظ لهم الدنيا طبعا. لا انت عارف برضه فاروق اللي مجنني، يعني خلي بالك عارف لو اي منتخب تاني غير ايطاليا كنت ابقى زعلان، بس والله انا مبسوط لايطاليا انا اللي